بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الطلاب والطالبات، كل سنة وأنتم بخير، وجنبنا الله وإياكم محن هذا الوباء الكوفيد 19 بانديميك. ونبتدي بأول محاضرة إن شاء الله، أذر جنرال ريفيجنز فور ميديكال باراسيتولوجي لكلية الطب والعلوم الصحية في الجامعة الإماراتية الدولية للمستوى الثاني طب بشري مع مستوى ثاني مختبرات وثالثة صيدلة أو ما يسمى فارمادي. فأول حاجة إن شاء الله هو التعريف لعلم الباراسيتولوجي as a medical parasitology, that it is a science that deals with the organism living on or within the human body and its relationship between the human and parasite. So that the parasitology branches اللي هي فروع علم الطفيليات، ثلاثة فروع رئيسة اللي هي الميديكال هيلمنثولوجي والبروتوزولوجي مع الانتمولوجي. بعدها نبتدي نتكلم عن الهيلمنثولوجي اللي خذنا فيها المحاضرات الأربع أو الخمس المحاضرات السابقة، فكانت تتكلم على البلاتي هيلمنثيز اللي هي الفلات وورم، واللي احتوت على التريماتود أو ما يسمى الفلاكس، والمجموعة الثانية اللي هي السيستود أو ما يسمى الشريطيات. فاليوم إن شاء الله نعمل جنرال ريفيجنز اللي هي مراجعة عامة عن الفلاكس أو ما يسمى التريماتودز. التريماتودز واللي تصيب الإنسان معظمها تكون زونوتيك انفكشن اللي هي إصابة تنتقل من الحيوانات إلى الإنسان، وتنقسم إلى أربع مجاميع حسب تواجدها داخل جسم الإنسان اللي هي الانتستينال والهيباتيك والبولموناري والبلود فلاكس أو تريماتودز. طبعا ركز أكثر شيء على الموست كومون واللي تشكل لنا مشاكل صحية داخل البلد سواء باليمن أو في منطقة ما يسمى الميديترينيان إيريا اللي هي الشرق المتوسط. فاتكلمنا أول حاجة اللي هي على الانتستينال اللي هي الهيتروفيسيتروفيس، المجموعة الثانية اللي هي الهيباتيك واللي معظمها موجودة عندنا في اليمن بحالات قليلة جدا اللي هي الفاشيولا هيباتيكا وفاشيولا جيجانتيكا، وتعتبر هذه من ضمن الديدان اللي تصيب الكبد وبالذات في البايل داكت. للمجموعة الثالثة اللي هي البولموناري، طبعا أكثر شيء متركزة في شرق آسيا، لا توجد حالات في الشرق المتوسط أو في اليمن. بعدها اللي هي البلود فلاكس الشيستوسوما أو ما يسمى البلهارسيا. شيستوسوما منسوناي شيستوسوما هيماتوبيومس، هذه الموست كومون أورجانيزم أو باراسايت اللي تسبب لنا أمراض البلهارسية في اليمن وشرق المتوسط أو في دول العالم. يعتبر ثاني مرض بعد الملاريا اللي يسبب الوفاة في العالم، وكما تعرفون أن الملاريا تقريبا بحدود 2.5 إلى 3 مليون حالة وفاة في السنة. المرض الثاني اللي هو الشيستوسوما. طبعا ركزوا معايا هنا بالنسبة للتريماتودز بشكل عام اللايف سايكل تبعها، الأدلت البراسايت الأدلت موجودة داخل جسم الإنسان، فتلاحظوها اللي هي الأدلت طبعا تحط الأوفا أو البيوض فتطلع مع مخلفات الإنسان سواء مع الستول أو اليورينز، ضروري من توفر مصدر ماء اللي هو الستريم ووتر ستريمز توصل له، بعد كده يحصل له هاتشينج للبويضة نفسها ويطلع منها حيوان صغير اللي هو الميراسيديم، يسبح في الماء لفترة ما بين 12 إلى 24 ساعة، يوصل للإنترميديت هوست اللي هو الإسرائيل القوقع، وضروري نوعية القوقع هنا علشان يحصل أيش ميتامورفوسس اللي هو النمو بالنسبة للباراسايت. فيحصل ميتامورفوسس في الإسرائيل إلى من ميراسيديم إلى سبوروسيست ثم ريديا ثم سيركاريا. سيركاريا بعد كده تخرج من داخل الإسرائيل لتسبح في الماء، وبعد كده يتم تحولها إلى ميتا سيركاريا. هذه هي الطور المعدي سواء كانت ميتا سيركاريا أو سيركاريا، هذه اللي تصيب الإنسان. فهنا نعتبر معنا طورين اللي هو
الطور المعدي والطور التشخيصي. الطور التشخيصي اللي هو الأوفر، هذه تكون أوبركوليتد، لاحظها. أو أحيانا نوعية أخرى زي البلهارسية تكون أيش معها ترمينان أو لاترال سبين، شوكة جانبية أو طرفية. بينما الدياجنوستيك أو الانفكتيف ستيج اللي هو الطور المعدي بالنسبة للإنسان فهي السيركاريا أو الميتا سيركاريا الانسيستد، عبارة عن السيركاريا فقدت الذيل وتحوصلت يا أما داخل خضروات أو داخل حيوانات زي الأسماك والقشريات، الأسماك البحرية. تمام، نبتدي فيها. هنا لو لاحظنا اللي هي طرق العدوى، طرق العدوى بالنسبة لي التريماتود تختلف. كل التريماتودز تعتبر ايش فود بورن تريماتود، يعني طريقة العدوى عن طريق المأكولات والمشروبات، ما عدا البلهارسيا. بلهارسيا هنا طريقة العدوى عن طريق السكين بينتريشنز باي سيركاريا اللي هي الانفكتيف ستيج. سيركاريا تخترق جسم الإنسان أثناء ملامسته للماء اللي هو في الكونتاكت مع الماء، سواء في الترع أو القنوات أو السائلة. فهنا تحصل أي اختراق لجلد الإنسان بواسطة السيركاريا، ومن ثم حدوث الإصابة في حالة البلهارسيا. لكن البقية بقية تريماتود عن طريق أي تلوث المأكولات والمشروبات، سواء الخضروات أو الأسماك أو القشريات زي الجمبري والحاجات الثانية. تمام، هذا بالنسبة لي الطرق العدوى بالنسبة لي التريماتود. لاحظها، نبتدي بأول حاجة اللي هي الشيستوسوما، وهي من أهم الأنواع واللي تسبب لنا معضلة ومشكلة صحية في الوطن العربي وبالذات في اليمن. لاحظ هنا بحدود 600 مليون من البيبلز أو من البشر at risk، 350 مليون اللي هم مصابين حول العالم. لاحظ معانا ثلاثة الأنواع اللي هو تسبب للإنسان الأمراض، اللي هي شيستوسوما مانسوناي هيماتوبيامس أند جابونيكيامس. لاحظها هذه الأمراض إيش هي؟ يا أما الأولانية اللي هي شيستوسوما هيماتوبيامس اللي تسبب لنا يورينري شيستوسومياسيس أو ما يسمى بالهارسيسيس اللي هي البلهارسية البولية. بينما النوعين الثانيين اللي هي شيستوسوما مانسوناي أند جابونيكيامس هذه اللي تسبب لنا انتستينال شيستوسومياسيس أو بالهارسيسيس اللي هي البلهارسية البولية أو المعوية. لاحظ هي موجودة في اليمن، واليمن تعتبر من ضمن المناطق الأكثر وبائية في العالم. فهنا لاحظ اللايف سايكل وطريقة العدوى. طبعا لابد من وصول مخلفات الإنسان سواء من السول أو اليورين سواء أحيانا المجاري لمصدر ماء، سواء ترعة أو سائلة أو أي مصدر ماء مكون في أي مكان في المنطقة نفسها وبالذات في المناطق الريفية. وصولها هذه اللي هي المخلفات الإنسان تكون محتوية على الأوفا اللي هي سواء كانت شيستوسوما مانسوناي أو هيماتوبيام أو هوت إيفرس، يطلع منها الحيوان الآخر اللي هو الانترميديت هوس اللي هي السنايل تكون موجودة في القنوات هذه، وهذا الحيوان اللي هو يكون حيوان رخو محتوي على الصدفة هذه. فلاحظها الأوفا تحتوي على الميراسيديم، يسبح في المية بمدة 12 ل 24 ساعة يخترق السنايل، ومن ثم يحصل له ميتامورفوسس. هنا الفترة الزمنية بحدود شهر إلى 40 يوم، يتحول من سبوروسيست إلى ريديا ثم سيركاريا، تطلع السيركاريا تسبح في المية. بس في حالة البلهارسيا لا توجد ريديا، فقط اللي هو السبوروسيست والدوتر سبوروسيست ثم السيركاريا، تسبح في المية ما بين 24 ساعة ل 72 ساعة لغاية ما تحصل الانترميد اللي هو الديفينيتوفوس اللي هو الهيومنز، تخترق الجسم الإنسان تحدث الإصابة كالتالي. لاحظوها، تخترق لجسم الإنسان بوسط السيركاريا. طبعا السيركاريا مش كلها تخش في جسم الإنسان، فقط الهيد التايل يحصل له دروب أوت. فهنا حتلاحظ أنه موجود السيركاريا واختراقها لجسم الإنسان توصل للبلد سيركوليشنز، للقلب، للرايت سايد أوف ذا هارت، لللنج، للليفت سايد أوف ذا هارت، ومن ثم للليفرز يحصل ماتوريشنز، وثم تذهب إلى المناطق الرئيسية اللي هي الفاينال هابيتات سواء في الجاسترو انتستينال أو في اليوروجينيتلز أو ما يسمى اليورينري سيستمز اللي هو الجهاز البولي إذا كان شيستوسوما هيماتوبيام، وإذا كان شيستوسوما مانسوناي حتروح للجاسترو انتستينال بالذات في اللارج انتستين أو ما يسمى الكولون. نيجي نشوف الإمراضية.
كالتالي: ثلاث مراحل مهمة بالنسبة للبلهارسية. رقم واحد اللي هو طور البنتريشن فيز أو ما يسمى البري كلينيكال فيز، اللي هو الطور ما قبل السريري، قبل ظهور الأعراض. الطور الآخر اللي يسمى الإيج ديبوزيشن فيز أو ما يسمى الكلينيكال فيز، اللي هو الطور السريري، طور ظهور الأعراض. الطور الذي يليه اللي هو طور الكومبليكيشنز، اللي هو المضاعفات. فنلاحظها بكل طور كالتالي: رقم واحد اللي هو البري كلينيكال فيز أو طور البنتريشنز، أثناء الاختراق يحصل ديرماتيتس اللي هو التهاب في الجلد نتيجة الإتشينج والبنتريشن بالسيركاريا. طبعا بعد كده هيحصل أحيانا نوع من الأرتكاريا أو ما يسمى الأليرجيك رياكشنز نتيجة أنه الشيستوسوميولا اللي هي السيركاريا اللي دخلت للبلد سيركوليشن، وصولها للهارت واللانج داخل السيركوليشن، هيحصل نوع من ارتكاري، ارتفاع في درجة الحرارة، نمونيا، تمام، حكة. لو حتعمل سي بي سي حتلاحظ وجود الإيزينوفيليا موجودة. هذه كلها تسمى allergic reactions. هذا الطور يأخذ من شهر إلى شهرين، يعني بحدود 4 إلى 8 أسابيع. يبتدي بعد كده الطور اللي هو طور ظهور الأعراض المرضية أو السريرية. فهنا كل الأمراضية أكثرها majority of infections تكون ناتجة من إيش؟ من الأوفا نفسها، اللي هي البيوض اللي تنتجها هذه الباراسايت، أو بالذات الفيميل أوف شيستوسوما. في كل نوع تنتج نوع محدد من الأوفا، إذا كانت شيستوما هيماتوبيمس معها تيرمينال سباين أو لاترال سباين إذا كانت منسوناي. فحتلاحظ التالي: مكان تطلع هذه الأوفا مع الستول أو اليورينس تبع البيشنت، هذه ما فيهاش أي شك ولا داوت. الإشكالية كلها في من؟ في الأوفا اللي حاصل لها ترابط في التشو، هذه اللي تكون لنا الانفلاميشن وكونت الجرانيولوما. فهنا الجرانيولوما تكوينها في الكلينيكال فيز هذه تعتبر من ضمن الأعراض اللي هي العلامات السريرية بالنسبة للشيستوما. فتلاحظها من 8 إلى 10 أسابيع الفترة الزمنية هذا للطور اللي هو الكلينيكال فيز. إيش اللي حيحصل؟ مكان ما تكونت الجرانيولوما هتبتدي الأعراض السريرية داخل التشو. ممكن يحصل هيباتوميجالي داخل الكبد، تضخم في الكبد، وهذا نتيجة تواجد الأدلت، لأنه يحصل ماتوريشن للأدلت في الليفر وبعد كده الميجريشنز. ممكن يحصل أيضا نيكروسيس اللي هو التنخر بالنسبة للخلايا، سواء في الكبد أو في أي مناطق اللي حاصل فيها ترابد للأوفا. لاحظ الأعراض السريرية اللي ممكن تلاحظها: إذا كانت شيستوسوما منسوناي هيحصل ديزينتري لأنه موجودة في اللارج انتستن، بينما لو هي في اليورينري سيستم هيحصل أيش؟ هيماتيوريا، وجود البول مع الأيش اللي هو اليورينس with blood، هذه ما تسمى الهيماتيوريا، وجود البلد مع اليورينس أو تحوله للون الأحمر. أيضا تكون الساندي باتش والبوليبس. ساندي باتش عبارة عن إيش؟ كالسيفيكيشن للجرانيولوما اللي هي حاصلة نتيجة الأوفا، وهذا أزا إميون ريسبونس نتيجة الإيش؟ اللي هو الرد المناعي. ممكن يصاحبها الحمى، ممكن صاحبها كمان الإيش؟ آلام في البطن. هذه حتلاحظها أنت نتيجة إيش؟ ما يسمى كتاياما سيندرومز أو كتاياما فيفرز. فإن الكتاياما فيفرز أكثر شيء تكون واضحة في الأكيوت إنفكشنز، في الحالات اللي هي الحادة بالنسبة للإصابة، وهي نتيجة عن إيش؟ نتيجة الإميون كومبليكس اللي متواجد في السيركوليشنز. هذا اللي يسبب لما يسمى كتاياما سيندرومز. كتاياما سيندرومز توجد عند كل الإصابات في البلهارسيا، بس عند من؟ عند الناس اللي هم نان إميون إنديفيدولز، الناس اللي ما حصل لهمش إصابات قبل، أو اللي عند ما فيش عندهم مناعة، مناعة أنه ما تعرضوش للإصابة من قبل، وتحصل في كل الأنواع من البلهارسيا. لاحظها هنا، لو لاحظت هذه الأوفا اللي هي للمنسوناي في داخل الخلايا الكبد وحاصل جرانيولوما بالنسبة ليها، تمام. فلاحظ النوع الثاني في اللي هو شيستوما هيماتوبيمس، هذه في البلادرز. لو لاحظت الفيجرز اللي على الجهة اليمنى هنا هتلاحظ ايش الكالسيفيكيشن المؤشر في السهم نتيجة ايش اللي هو الكالسيفيكيشن للأوفا as immune response. بعدها
اللي هو طور المضاعفة تيل كومبليكيشنز. مكان ما تكونت الجرانيلوما حيتكون فيبروسيس اراوند ات. فهنا الفيبروسيس ممكن يكون في الجهاز اللي هو اليوريناري سيستمز، في اليوريثرا، في الكيدني، في البلادرز، ممكن كمان يتكون في الليفرز، ممكن يتكون في اللنج. ايضا من ضمن اخطر المضاعفات انه تكوين السرطانات، وهذه السرطانات او الكانسرز او المالجنسي تكون اكثر شيء اشيتد وذ جيستوسوما هيماتوبيومز، واللي تكون لنا البلادر كانسرز. بعدها التشخيص، لاحظ التشخيص هنا يعتمد على التشخيص اللي هو الكلينيكال دايجنوستس اللي معتمد على الفيزيشنز، على الطبيب نفسه، من الحالة السريرية، التاريخ المرضي، الكيوبيشنز، كل هذه تعطيك انديكيشن على الكلينيكال الاكزامينيشنز. بعدها هتأكد اللي هو الكونفورميشن تيست بواسطة الباراسيتولوجيكال دايجنوستس اللي هو الستول او اليورين اكزامينيشنز، هيطلع معاك يا اما الأوفا اللي هي الدياجنوستيك ستيج with terminal spine filiorens، بينما في الستول اللي هي أوفا with lateral spine اللي هي الليشيسوما منسوناي. then ممكن تتأكد بالإيميجيكال أسي أو الإيميجيكال دياجنوستس في حالة الإيرلي إنفكشنز قبل ظهور الأعراض السريرية، وهذا في البري كلينيكالز، أو ممكن في الكرونيك إنفكشن نتيجة إيش؟ اختفاء الدياجنوستيك ستيج الأوفا. ممكن اللي هو تحديد للأنتيجينز أو الأنتيبودي الموجود في البيشنت، والأفضل اللي هو الأنتيجينز. ممكن كمان أكدها في الإيميجيكال تكنيك اللي هي الإكس راي أو الألتراساوند أو السي تي، هذه كلها تفيد في عملية التشخيص. ممكن كمان البايوبسي أو الريكتال سواب، كلها طرق تؤدي أو مفادها أنه ممكن نستفيد منها في تشخيص أمراض البلهارسيا. التريتمنت، لاحظ معي تريتمنت، طبعا افضل علاج بالنسبه لمعظم الاتريماتود والسيستود هو البرازيكوانتل، وهنا البرازيكوانتل هو العلاج المفضل بالنسبه للبلهارسيا. طبعا تستخدم از تابلت از سنجل اورال دوز تقريبا 40 ملي جرام لكل كيلو جرام من وزن الانسان از سنجل اورال دوز، وهذا طبعا يفيد في حاله الاكيوت في الكرونيك انفكشنز، ايضا يفيد في الفايبروسيك في الكومبليكيشن فيز. هذا بالنسبه للبرازيكوانتل. ممكن استخدامه للثلاثه الانواع شيسوما منسوناي هيماتوبيام ان جابونيكيام. الالترناتيف دراجز اللي هو العلاج البديل اللي هو بيلارسيلز او ميتريفونيتس، هذا طبعا فقط استخدم للاصابه باليورينري شيستوسوميتس، بس تاخذ له فتره طويله بالنسبه للتريتمنت حوالي 14 يوم. الثالث اللي هو الاكزامينيكوينس، وهذا سبيسيفيك للشيسوما منسوناي اللي تسبب لنا البلهارسيا المعوية. تمام، بعدها البريفنشن والكنترول. هلاحظ بالنسبة لكل الأمراض اللي هي الانفكشس ديزيز معك ثلاثة عوامل رئيسية اللي هي الهوست والإيجنت والإنفايرمنت، هذا الثالث الوبائي. أقدر أسيطر على الثلاثة الأنواع هذه من الأمراض. معانا الأول باراميترز اللي هو التشخيص للحالات المرضية، ومن ثم العلاج. العلاج هنا ممكن استخدمونا للإنديفيدوال، ممكن استخدم ماس تريتمنت إذا كانت المناطق موبوءة وفي حالة خطيرة وكبيرة بالنسبة للبرفيلنس بالنسبة للشيستوسوما. ممكن يكون هاي، ممكن يكون مودريت، ممكن يكون لو. فهنا ممكن في تقسيم البرفيلنس أو البرفيلنس بالنسبة للشيستوسوما، إذا كان نسبة البريفيلنس أقل من 10% هذه تسمى ما تسمى اللي هي low prevalence. المودريت ما بين 10 إلى 40%، أكثر من 40% تسمى high prevalence بالنسبة للبلهارسيا. فأعطي ماس تريتمنت في حالة المودريت وحالات اللي هي high prevalence. البارامترز الثاني اللي هو عدم استخدام مخلفات الإنسان في كسمات بالنسبة للمزارع والمناطق الزراعية إلا إذا تمت معالجته. الكنترولز اللي هو المعيار الثالث اللي هو الكنترول للسنايلز اللي هو الانترميديت هوست. فهنا الكنترولز يا اما حيكون عن طريق اللي هي استخدام المواد الكيميائية أو الفيزيائية. الهيلث اديوكيشنز البارامترز رقم 4.
فهنا لاحظ الكنترولز سواء اللي هي الكيميكالز، استخدام المبيدات بالذات اللي هي الكيميكالز ما يسمى الميلوسايدز، او ممكن اللي هي اكثر شيء والغير مكلفة اللي هي الفيزيكال، تغيير مجرى المياه او ردم هذه اللي هي المستنقعات والبرك والقنوات، بحيث انه نخلص من الانترميديت هوست او ما يسمى الاسنايل. او ممكن استخدام البيولوجيكال ميثودز اللي هي استخدام اسماك، انواع من الاسماك تسمى الجامبوزيا، نوع من انواع الاسماك اللي هي الصغيرة الحجم تقضي او تتغذى على هذه اللي هي السيركاريا. بعد كذا نكون خلصنا من المراجعة بالنسبة للهارسيا والتريماتود بشكل عام. فهنا أنا حاطط بالنسبة لي آخر فقرة بالنسبة لي الريفيجنز تبع اليوم اللي هو إكويز. كويز بالنسبة لي المحاضرة أو الريفيجنز تبع اليوم بالهارسيا. حاطط هابي سؤال كيس حالة مرضية اللي هي الطفل عنده 14 سنة يعاني من التالي اللي هي البايركسيا والدوينج بوري في السكون. دائما شوف لاحظ البلد في اليورينز وداي سيوريا حروقه في البول مع اليو تي اي يورينري تراكت انفكشنز. لاحظ الكلينيكال سيمتومز من ضمنها الدياجنوستس الستول انالايز نيجاتيف، بينما اليورين انالايز بوزيتيف فور اوفا اند باراسايت. ولاحظ الاوفا معها تيرمينال سباين، فهنا التيرمينال سباين مع الهيماتيوريا 100% انه حيكون معانا الايش اللي هي شيستوسوما هيماتوبيومس اللي هي ما يسمى يورينري شيستوسوميايسيس، بالاضافه الى وجود البروتين مع الاتش بي اللي هو الهيموجلوبين اللي حاصل هيمولايسيس بالنسبه للار بي سي في اليورين فيطلع معانا اللي هو الاتش بي، بالاضافه الى الهيباتوسبلينوميجالي تضخم في الكبد والطحال. هذا بالنسبه لي المريض. هلاحظ السؤال الأولاني What is the pathogenic parasite that do you believe causing this patient illness؟ طبعا ما دام هي في اليورينز وترمينال سباين حتكون شيستوسوما منصور شيستوسوما هيماتوبيومز. بينما السؤال الثاني اللي بعده What is the correct diagnosis؟ هنا التشخيص الايجنت أو البراسايت اللي هي شيستوسوما هيماتوبيوم. الديزيز أو الكوركت دياجنوسيس حتكون معانا urinary schistosomiasis. What are the mode of infections؟ mode of infection تكلمنا فيها بالبداية اللي هي skin penetrations by what؟ by circaria. هذه most common. ممكن يحصل بس حالات نادرة إنه العدوى تنتقل عن طريق أي شرب المياه، وهذه طبعا قليلة ونادرة جدا إنه يشرب الشخص المياه الملوثة والمحتوي على الطور المعدي اللي هي السركارية، ممكن تحصل الإصابات. بس the most common method of infections اللي هي skin penetration أو by active circaria. هذا بالنسبة لي طرق العدوى، بالنسبة لي طرق العدوى. هذا بالنسبة لي محاضرة اليوم، وأرجو أنه تكونوا استفدتوا، وكل سنة وأنتم طيبين، وإن شاء الله نلتقي عن قريب بعد ما نخلص من هذا الوباء إن شاء الله. حفظنا الله إحنا وإياكم، وأتمنى للجامعة الإماراتية دائما التفوق والنجاح، وهي من سماتها اللي هو التميز. وهنا نبتدي بالمحاضرات اللي هي الإلكترونية واللي ابتدت فيها الجامعة الإماراتية دون بقية الجامعات، وهذه بالنسبة لها تعتبر من ضمن المميزات الهامة مقارنة بالجامعات الأخرى حسب خبرتنا. فأتمنى لهم كل التوفيق وكل السداد لقيادة الجامعة ممثلة بالدكتور نجيب الكوميم، وبإشراف ومتابعة من معالي الشيخ الشايع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.